السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لينا حماد من فريق سولفر توي رح أحكي اليوم شرح للسؤال رقم 148 من أسئلة الجي ار اي السؤال بحكي اشترى متجر لبيع الملابس مئة قميص مقابل اكس دولار لو تم بيع جميع القمصان بنفس السعر بمجموع مقداره 50 دولار، ما هو ربح المتجر عن كل قميص بدلالة اكس؟ هلا طالما عم نسأل عن ربح دايما قانون الربح مفروض انه يكون معروف لان اللي هو الايرادات ناقص التكاليف، المبلغ اللي حيفرق عن الايرادات بعد ما نطرحها من التكاليف هي رح تكون ربح، فمن هذا القانون انا بدي ابلش، و... واحكي انه الريفينيو اللي هم اللي هم الايرادات كانوا. خمسين، خمسين دولار لأنه هو باع جميع القمصان اللي عنده بنفس السعر بمجموع كان خمسين دولار، ناقص التكاليف، التكاليف اللي هي هون هو ما أعطانا إياها رقم، أعطانا إياها كمتغير وقيمتها إكس، فالربح راح يكون خمسين ناقص إكس، هلا لو بدنا نحسب هذا الربح بشك بشكل عام، هلا لو بدنا نحسب الربح لكل قميص راح نضطر إنه نقسم هذا الرقم اللي طلع معنا على عدد القمصان اللي. اللي هو المتجر اشتراهم فخمسين ناقص اكس على مية راح يعطينا الربح لكل قميص فبس يعني نظبط هاي المعادلة بشكل اكتر فخمسين ناقص اكس على هي نفسها خمسين على مية ناقص اكس على مية خمسين على مية هي نص واكس على مية بنخليها زي ما هي وعلى الجواب الصحيح راح يكون ايه لو عندكم اي اسئلة بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك يعطيكم العافية